يمكنك الوصول إلى مقر الأبحاث في بوابة العميل بالضغط على تحليل السوق، ثم الانتقال إلى مقر الأبحاث. لنلقي نظرة على هذه الأداة، على الجانب الأيمن يمكنك اختيار واحدة من عشرات الأدوات المالية عن طريق تحديد مجموعة الأصول الخاصة بك: أزواج العملات، السلع، المؤشرات، والأسهم. في المنتصف سترى معلومات الأداة التي حددتها بالإضافة إلى منحنى اتجاه الأخبار. لكل أداة مالية ستجد أدوات متنوعة لتظهر لك الاتجاهات الإخبارية، كما أن لكل لون دلالة فريدة من خلال السهم الظاهر في الرسم، مما يشير إلى تقليل السلبية أو زيادة الإيجابية. يمكنك أيضاً مراجعة حجم الأخبار ومؤشر الخوف، وهما مؤشران مهمان للغاية يساهمان في تحديد الأخبار ومدى تأثيرها على الأداء. على الجانب الأيسر ستجد أداة احترافية في التبويب الأول، تنبيهات السوق، والتي تعرض لك آخر تطورات الأسواق. ستزودك هذه الأداة بتنبيهات بشأن الأخبار التي يتم إصدارها، ويمكنك الفرز حسب قوة تأثير هذه الأخبار. يمكنك استعراض التنبيهات للكل أو لأداة محددة. تبويب المفكرة الاقتصادية: يظهر هذا التبويب الأخبار والبيانات التي من الممكن أن تؤثر على حركة الأسعار. يمكنك تصنيف الأخبار وفقاً لتأثيرها المحتمل: عالٍ، معتدل، منخفض، أو لا تأثير. بإمكانك استعراض المعلومات الواردة في مقر الأبحاث بشكل يومي أو لساعة. أخيراً، لمعرفة المزيد حول هذه الأداة، قم بالضغط على علامة الاستفهام. سجل الآن أبحاث متكاملة في متناول يدك.